اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر كلها ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. منور وحشني جدا جدا. بقى ميدو بقالنا زمان ما قعدناش مع بعض. والله زمان يا ميدو. وانت طيب كمان منور دايما مكانك، وكل سنه طيب. ربنا يخليك، كل سنه حضرتك طيب ودايما منورنا كده، وبنفرح باي لقاء معاك، وكمان يعني بنستفيد من كلامك كله. وانت وحشتنا كتير والله. ربنا يخليك. مبروك بطوله 41 للدوري. انا لسه ما الامتع. مفيش الامتع الاجمل. قول لي ليه بقى؟ يعني حاسس كده انا وانا لعيب كوره وانا مشاهد وانا معاكم هنا في قناه بحلل او في اي حته بنتكلم في الكوره عموما، لم ارى فريق بيتعرض لكل اللي تعرض له النادي الاهلي السنه دي، من اصابات بقى لتكتلات لتدخلات لحرب شنيعه جدا على اقصائه عن البطوله المفضله ليه، محاولات ومناوشات لجميع الوجوه، استغلال لاخفاقاتك مثلا عن طريق الحكام، عن طريق اي حاجه في افريقيا، عن طريق التدخلات اللي حصلت برضه عشان تخسر بطوله مهمه زي دي كانت التاسعه بالنسبه لك، كنا نتمناها لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره اللي هو الحقيقه بيعمل بجد وبيعمل كالعاده، يعني ما عندهمش تغيير من ايام ما كانوا موجودين قبل كده. هو الجديد بس الظروف اللي تعرضوا ليها، يعني تلاقي الجرح بقى وسراج والناس وطارق قنديل والناس، يعني هم بيشتغلوا تكمله مع الجروب اللي هو النادي الاهلي، الكيان، مبادئ، الاخلاق، كل حاجه، العيله الواحده. يعني انا بتكلم وانا بسترسل مش محضر، بس هو ده الكلام الطبيعي، انما لما تقابل مشاكل بالكم ده وعليك انك انت تحتويها. ومشاكل جديده كانت. وهقول جمله يمكن الناس هتفهمني، لما يبقى في مشاكل وفي حاجات بتحصل وبتاع ما فيش يشيلها واحد بس اللي هو الاكثر صيتا، الاكبر سمعه مثلا، الكابتن محمود الخطيب، الاسطوره مثلا، هو اللي بيشيل الحاجات دي كلها. اما يبقى في نجاح كلنا هنروح واقفين جنبه قاعدين نتصور. جميل. كل الدنيا هتلاقي نفسنا كلنا بقى فهتلاقي في ناس شالوا معاه الحكايه دي. كلنا كابتن كده، احنا كلنا، احنا من هنا والجماهير معايا خدت بالك، والدنيا كلها اللي فاهمه، انما اللي حواليك اللي هم بيتمنوا لك ان هم يحصلوك، انا مش هقول ان عايزينك تقع، هم عايزين يحصلوك، عايزين يعرفوا انت ازاي. الزملكاويه كلها مثلا استغربت جدا ان الدوري راح، هيجننوا بيني وبينك معاهم حق يعني، انما احنا لما تسوينا في عدد المباريات واللعيبه ابتدت تخف والميركاتو الشتوي والشغل اللي حصل اداريا والتنظيم والتركيز الداخلي للجهاز الفني الحقيقه والاداره المتمثله في الجميع، يعني من اول سيد ابو حفيظ لغايه محمد يوسف لغايه ناس كثيره، قمصان والاجانب اللي جم والمدربين اللي قبلهم كان ليهم يد، من اللعيبه اللي مشيت، اللعيبه اللي جت، يعني برضه سليف كلوبالي كان ليه دور في احدى المباريات وجاب جوال، وكمان ده كل واحد كان ليه. تبص تلاقي جيرالدو جاب جول مهم جدا في وقت مهم قدام سموحه، يديك 3 بونت يخليك في علي معلول بالاداء اللي انت شايفه. اللعيبه المصابه اللي بتروح وترجع زي احمد فتحي ومحمد هاني يحل ويعمل، عندك سعد سمير وبيروح خالص وبيرجعوا، كريم نيدفيد في عز ما هو كويس بيتاخد اصابات، محمد محمود يجي لك يروح منك انت. شوف بص لو هنقعد نتكلم هتلاقي ترس قاعد يطلع وينزل زي بتاع العربيه كده، انك انت العربيه تمشي بقى وتوصل الحمد لله للمسار الطبيعي بتاعها اللي هو انها تحافظ على البطوله، ويبقى فيه يعني خطط بقى، بلانات اكتر، خطط اكتر، شكل احسن، تعلم من اللي فات مننا ده كله، بنمشي بنشوف الدنيا كانت مقابلانا ازاي وصعب علينا ازاي واحنا بنحارب في كل الوجوه. فيجوز احنا كنا عايزين نبقى الكمال لله وحده، كويسين في كل حاجه، الطايره والباسكت والكوره واليد يعني فهمتني، والسباحه ومفيش حاجه الا والاساس عندنا لازم احنا نبقى الاول فيها، وده اللي اتربينا عليه في دستور النادي الاهلي. فهو ده اللي عشان كده بقول لك الامتع الاجمل، انك تقابل كل ده وبعدين يصب النجاح في الاخر في الحاجه الحلوه اللي الدنيا كلها بتتمناها اللي هي البطوله واللي جايه ان شاء الله كاس مصر، ده في تركيز وفي اعدادات كويسه وفي صفاء مع النفس، يعني مع في كل يعني الاقسام وفي كل كلاعبين كاجهزه فنيه ككل في عدل. العدل هو اللي هيوفر لك النجاح والامنيات اللي انت بتتمناها، لان
المطلوب منك ايه؟ انت ادام انت عادل في شغلك وبتشتغل وضميرك مستريح هيخونك حاجات على فكره، يعني هيخوننا احنا حاجات كتير قوي. هتلاقي كل منه في موقعه، يعني ممكن تسمع الناس بتشتغل في حته وانت بتشتغل في حته وغيرك بيشتغل في حته. الناس لازم تفهم ان دي ترابيزه كده، انا النهارده قاعد هنا، لا اقعد هنا، انت هتقعد هنا، الترابيزه بتلف يعني. واللي بيروح مثلا مش موجود دلوقتي، لا ساهم في رجعات قبل كده. الناس مبقاش عندها صبر للفهم، لا لازم يبقى عندهم صبر، لان الاهلي بيمشي واي حد بيبقى موجود بيكمل على نفس الوتيره. كوادر اللي هي بتبقى موجوده، هو الاهلي زي ما هو، هو قلت لك كان دستور قد كده، ثلاث ورقات بالظبط، اربع كلمات محفوظين، ما حدش يقدر يخرج منهم. بشكرك انك سمحت لي للكم الكلام ده ان انا اقوله، بس هو جوايا يعني، جوايا الحقيقه. وفرصه لما انا انجح، او فرصه لما يبقى في فرحه، ان احنا نقعد نتكلم كده نشوف بقى الدنيا فيها ايه. عايزين، خايفين على اللي جاي بصراحه. لما بنجح اكتر بخاف اكتر، مش ببقى مبسوط وخلاص والدنيا خلاص خدت اللي انا عايزه. لا لا لا، انا عندي ريفنج، عندي بطوله عربيه، عندي افريقيا اللي جايه ان شاء الله اللي هتبتدي باذن الله يوم الاحد، كاس مصر. وعايزين نقول البدايات هتبقى قويه كلها باذن الله، يعني مش سهله يعني. باسم الفريق اللي جاي ده هنتكلم ونتفرج مع بعض فيه باذن الله، تبقى المسيره ماشيه زي ما هي محطوطه كده، والناس تفهم ان النادي الاهلي هو العادل، العدل، المبادئ اللي هو المسار بتاعه دايما بيصب في منتخب مصر كله، بيصب لما بتبقى 2006 2008 2010 كان النادي الاهلي هو المسار الجميل اللي كان اكثر اللاعبين موجودين فيه، طبعا بالدعم من الانديه الاخرى الجميله، يعني اذا كان زمالك او اسماعيلي او اي حد تاني. برضو كان الوقت ده كان عصر ذهبي الحقيقه في الكوره، كانت الدنيا هاديه والدنيا من الناس بتشتغل والناس عندها هدف ان هم يوصلوا، وربنا كافئنا مكافاه كبيره قوي اكيد. فانا بشكر كل الناس في النادي الاهلي، اذا كان في النادي نفسه اعضاء مجلس اداره والعمال كلهم، مدير التنفيذي راجل شايل حاجات كتير قوي في المواضيع دي، مدير مساعد الامن، مدير الامن الدنيا، العمال اللي في النادي دلوقتي اللي معانا، بحيث ان انا متراقب بالجماهير كلها، حب الجماهير، الاعضاء عمري ما شفت الاعضاء. احنا يمكن عندنا الشاشه اللي اتعملت في النادي دلوقتي، لما انا كلنا بنقعد نتفرج، امبارح اتفرجت على حلقه جميله جدا اللي هو 11 سنه اهلي وحاجه كده، فبقيت قاعد مع نفسي مع الاعضاء وبتفرج ومبهور ومبسوط وسعيد، وحسيت ان احنا كلنا جوه الشاشه، ما كناش موجودين انا وانت مثلا، انما انا احنا جوه الحكايه طبعًا طبعًا جوه الحكايه تاريخا طبعًا. جوه الحكايه لقطات طبعًا. يمكن من الفيديوهات اللي بتبقى موجوده لينا سابقا يعني. فعيد جامد، عيد كبير، انا حاسس وفي داخل علينا عيد الاضحى باذن الله، يعني كل سنه وانت طيب، وانت طيب، كل سنه وجمهور النادي الاهلي ومصر كلها بخير باذن الله. ف شم اكسجين الاهلي تبقى قاعد الاهلي يعني، فاهم قصدي؟ تحس بتخش النادي كده ميدو مبسوط. انا نفسي ناس تحس الاحساس، يعني بيكلموني ناس بينا بنوعد بعض، اتكلمت في حته حلوه قوي، بينا بنوعد بعض عشان نتغدى في النادي بعد ما نلعب مثلا او نعمل رياضه، غير الجمهور يا كابتن شيرين، كلنا قاعدين، وبعدين ما بنقابلش بعض مواعيد، تلاقينا كلنا في حته واحده، كله رايح، كلنا بنعمل نفس الشيء، رايح نفس المكان. بالظبط، ده برضو الدستور بتاع النادي الاهلي اللي بيتفرمط فيه، زي ما انا دايما اقولها كلمه فرمطه دي، ما بيعرفش، بتلاقي الشوائب خرجت كده، خدت بالك؟ والبيس اوف كيك يعني الكيكه. امبارح عندنا عبد الرحمن ده ولد، عارفه انت يمكن الريتارد شويه يعني، جميل طبعًا. والمود فيه، كلنا عاملين له عيد ميلاد امبارح لو تشوف الشكل، الله لو تشوف شكل عبد الرحمن وهابي بيرثدي تو يا عواد، وقاعدين كل ده ياكلوا ده يشربوا ده يعملوا، الله حكايه بحب الناس كلها. وبعدين تلاقي اللي كان معارض شويه تقعد تتفاهم معاه وتتكلم معاه، يقول لك اصل الكوره ومش الكوره، فتقعد بتكلم معاه الناس يبصوا لك كده، انت مصدر ثقه بالنسبه لهم، فبيفهموا بيقول لك الله، قول له ابعد بس عن الحتت اللي هي الناس اللي ايه اللي هي مش معانا يعني، انت لو ان شاء الله بقيت موجود والدنيا موجوده، احنا كلنا بنقعد نتكلم مع بعض كده، واحنا مالناش هدف غير الكيان ده لازم يعلى ويفضل عالي طول ما هو محلق في السماء زي ما بيقولوا النسر بيحلق في السماء. بالظبط، ففعلا انا يعني كلمه الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع بتصرفاته بمبادئه باخلاقه بالكيان كله، انت من حقك انك تنافسني، بس مش من حقك انك تعمل فيا الحاجات اللي هي مش موجوده فيا اصلا، انك تحاول تقرب
تخربش تعمل ما حدش هيرد يعني. ما عندناش المبدا ان احنا نقعد نرد او نعمل. ولو حصل اي حاجه وخرجنا غصب عننا عن اي حاجه بنلم بسرعه بعض يعني. ما عندناش مشكله تانية. اكيد اكيد يعني. كابتن شريف عبد المنعم بيكلمني احساسه هو جوه النادي الاهلي، وهو بقاله مثلا ما شاء الله 30 سنه مثلا جوه النادي، او اكتر من 30 سنه جوه النادي يعني. مثلا 42 سنه كده مثلا بقول 30 سنه مجازا يعني، 30 سنه جوه النادي، وبكلمك باحساس اللي هو اول مره يدخل النادي. فتخيل الجمهور بقى لما انا الاقي مثلا مسجات كابتن شريف، والله العظيم حلم حياتنا بس ندخل خطوه جوه النادي الاهلي ونخرج. امن وامان الاحساس يعني. بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي حضرتك عايش جوه النادي وبتتكلم باحساس، انا قاعد الاحساس في عينيك او كانك اول مره تدخل النادي مثلا. حاسس بامن وامان غريب، انت كان بتضيف لي خدت بالك يعني، بتكمل عليا الاحساس. قاعد محضون بحب الناس، محضون بالناس كلها بتحب بعض. اللي بيحب التنس ليهم قعدتهم، اللي بيحبوا يتفرجوا على التلفزيون قناه الاهلي والماتشات موفر لهم كل حاجه، حتى الماتشات اللي هي بتاعت الدوريات العالميه كلها موجود. احنا بنخلص نيجي نتفرج. اللي بيلعب تنس، اللي بيلعب سكواش، اللي بيلف بيعمل الرياضه بتاعته. سعيد قوي كابتن مروان كنفاني وانا بتفرج عليه وهو بيعمل رياضته، ويروح ياخد دش والكلام ده، ما اعرفش ايه. كابتن فتحي مبروك ويخلص الاكاديميات ويجي يلعب التنس بتاعته. في حاجات بقى لو ما لقيتهاش انا اعمل كده اتخض. في حاجه مش مظبوطه. اتخض يعني. في حد لو وقتين رفعنا سمعت التليفون، انت فين؟ مالك كده يعني. في حاجات في النادي لازم وانا ماشي كده في وسط الناس ابقى في شخصيات كمان اعضاء موجوده لازم اشوفها يعني. احنا لو قعدنا نتكلم على يوميات النادي الاهلي مش لا مش هنفهم. فعلا نعمه، ما بيقولوا نعمه انك انت اهلاوي يعني، او نعمه انك تكون في هذا الكيان يعني. والله نعمه، ومن فضل ربنا يا جماعه ومن رضا ربنا علينا احنا كاشخاص يعني. لما حد يتكلم في ظهرك تلاقي مثلا 10 ولا 20 بيدافعوا عنك وانت ما تعرفش وانت ما بتتكلمش كمان. فتخيل لما جماهير النادي الاهلي بحجمها الكبير، مش هنقول كم مليون عشان في ناس بتزعل، هنقول 50 مليون، مش هنقول الرقم الحقيقي عشان في ناس بتزعل مننا. تخيل لما 50 مليون قال لك احنا على المره والحلوه معاه. يعني لما حد يتكلم في رمز عندنا هتلاقي 50 مليون على الاقل مش هيسيبوه. وبنشوف يعني، وشفنا وسمعنا وشفنا، والجماهير ما بتسكتش بصراحه. فانا بتكلم الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان الواحد لما بيكون بيشتغل وبيتعرض لضغط او بيتعرض لمهاجمات في ناس كتير قوي بترد. هو هقول لك على حاجه، لما تيجي تفكر فيها كده ليه؟ لان النو هاو بتاع القصه دي كلها اعدائنا من ايام التتش وايام من 1907 النجاح دايما او الشجره المثمره دايما بتتحدث. يعني هو ده المبدا اللي هم ماشيين فيه. علموا الاولاد اول ما يخشوا النادي، النادي ده اكبر نادي صاحب البطولات، ما فيش نقاش، لازم نكسب، لازم نبقى البطوله بتاعتنا، لازم 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 لازم، الا في ظروف معينه انت بتتعرض لها تبقى السماء مش كاتبه لك انك ان البطوله دي تاخدها باي طريقه او اي ظروف يعني. فهو ده الطريق زي ما بيقولوا للنجاح. ثلاث ورقات سهلين جدا اللي بيبتدي بيهم النادي الاهلي وينتهي. اخرين المفروض ان هم بيفكروا ليه النادي الاهلي هو بهذا الشكل بهذه الاخلاق. ربنا برضو هيحب ناس اكيد اخلاقها كويسه. ما انا اقول من فضل ربنا علينا ورضاه علينا ان احنا ما بنردش. انا كان معمول عليا حفله في مكان كده، حفله زي ما اتعمل علينا، عمل عليا انا الحمد لله احنا حفلتين ثلاثه ما بنردش، وبيحوروا الكلام وبيودوا الدنيا في اي حته. بس انا انا كشريف ما بتفرجش ولا بشوف خالص والله العظيم، ولا انا. وين يقول لك اصل عاملين عليك بتاع، ساعات بتفرج واضحك كويس، رجعتونا تاني لاذان الناس، بس احنا مش كده خالص. لا الناس بتعرف، وربنا بيبين بعد كده، وانت بشغلك وانتمائك وحبك وصدقك، كمان اهم حاجه الصدق كمان في الكلام، في الكلمه اللي بتطلع من بقك، اكيد ربنا يعني بيوقف لك ناس كتير بترد. انا في ناس كتير بعتت لي فيديوهات والله العظيم انا ما فتحتها لاني ما بحب اشوف الناس دي اساسا. لكن طبعا عندنا ناس بترد، عندنا ناس بتاخد حقنا، وعندنا ناس اساسا ان هم بياكلوا الزلط. لكن احنا طول عمرنا بشكلنا كابتن شريف باخلاقنا، لينا حبايب كتير قوي في اي حته تاني يعني. انت مالكش اصحاب في نادي الزمالك؟ ليا اصحاب كتير جدا، انا جماهير النادي الزمالك يعني كلنا لينا هناك اخواتنا واصحابنا وتربينا معاهم. لا بنتكلم في العموم يعني، احمد عبد الحليم باخواته كلهم،
ساكنين جنبي كانوا في نفس المنطقه الشمال الزمالك يمين. وانا من الناس اللي يعني ابتديت العب كره او ملعب. انا ما لعبتش ولا ماتش في نادي الزمالك يعني, بس من الناشئين اللي انا رحت جربت معاهم والكلام من ده ما اعرفش, وما حصلش نصيبه ما رحت النادي الاهلي, بقيت خلاص يعني الاهلي يعني خلاص اتعلمت في الاهلي, شفت في الاهلي يعني شفت كل حاجه في الاهلي وتعلمت في النادي الاهلي وشفت في نادي الزمالك, وعندي ناس صحاب كتير قوي ونفس يعني ما عند ما لا بس اثناء اي نادي تاني انت رحت نادي الاهلي يا كابتن؟ طول عمرنا بنحب لعيبه نادي الزمالك واصحابنا بنسال على بعض لحد النهارده, والاسماعيلي والاسماعيلي والمنصوره سطوحي كل يومين ثلاثه يكلمني ايه اسامه اخبارك ايه مش عارف ايه حمدي نوح بنكلم بعض بقت ما بقاش عندنا غير كده شيشيني وعبوده والنادي بنقابلهم في رمضان في الفطارات. اللعيبه الكبيره جمال سالم كل ما هحكي لك هتلاقينا ماشيين مع اصحابنا واخواتنا, فكابتن فاروق جعفر كابتن عادل شحاته ناس كتير قوي, هشام ياكل مثلا مع على طول معايا في التليفونات, وابوه الله يرحمه كابتن ياكل كان اروح اقعد معاه واشوفه وابوسه وامشي الله يرحمه, كابتن حنفي بسطان يعني ناس كتير قوي يعني كنا بنتعلم منهم والله العظيم ثلاثه, مهندس محمد حسن حلمي اكيد يعني مش عايز اقول لك طول ما احنا عايشين هنتعلم يا كابتن شريف, وطول ما احنا في النادي الاهلي ما تخافش علينا الحمد لله. احكي لك على موقف بسرعه جدا عشان اقول لك برضو قد ايه العلاقه بيننا كويسه وبين كل الناس كويسه وبين النجوم كمان وبعضها كويسه. انا قلت للساده المشاهدين الكابتن علاء نبيل لقيته بيكلمني في التليفون قال لي لو سمحت انا في ناس عايزه تبوظ العلاقه بيني وبين الجماهير الاهلاويه في كذا وكذا وكذا, وجميل الاهلاويه دي انا بينها بيني وبينها كل حب وكل احترام وكل تقدير والكلام ده ما حصلش لو سمحت. بص اهتمام الناس اهتمام علاء نبيل يملك ان هو يفتح الباب ويخش دلوقتي يقعد معانا يتكلم يعني ما انا بكلمك في ايه الراجل ما استحملش اساسا ان ممكن حد يعني يحاول ان هو يبوظ يعني, لكن الحمد لله الحمد بص لله. طول ما الدوري شغاله والماتشات شغاله والتنافس شغال هتلاقي ابيض واسود واحمر واخضر فهمتني, بعد ما بتخلص الحكايه والكلام ده وفيها تلاقي ممكن تلاقي الوان الطيف بعد ما بتخلص القصه كلها بيتلموا ده ويقعدوا يقول لك هو هيعمل لك ازاي, يقول لك هو ده النادي الاهلي هي دي الجمله اللي انت بتسمعها هو ده النادي الاهلي هنعمل ايه, حاولنا بقى تشعلضنا ان شاء الله حصل ان شاء الله بالظبط هو ده النادي الاهلي. واحنا كنا بنقعد انا وانت والكلام ده هناخد الدوري كنا بنجيب منين الكلمه دي احنا والله العظيم ان احنا اقرب ليها احنا اللي حافظينها ثقتك احنا اللي بتقول هناخد الدوري جايه لك من فين الثقه واحنا بعيد قوي يعني الناس شايفيننا بعيد قوي احنا ما كناش شايفين الحمد لله رب بتبقى ثقه من عند ربنا كابتن شريف وثقه في كل حاجه انت منتمي ليها في ادارتك في لعيبتك بس انا وانت لما نبص بصه كده في الملعب نعرف هناخد ولا مش هناخد بنعرف فين الثغرات اللي احنا هناخد فيها الدوري يعني في انهي ملعب في اي ملعب يعني فهمت ازاي يعني انت تبقى عارف اكيد لا الحكايه اصل انت طول الدوري يقول لك ايه كويس انه كان في المنطقه الدافيه كويس يا عم انا ما تسويتش معاك لسه انا متاخر لي 7-8 ماتشات ولا 9 ماتشات وانت حاسبهم ان انا خسرتهم طب لما اكسبهم هبقى فين هبقى الاول حافظ انت بس على نفسك ما تبصش وراك اي حد دبدب لك انت بتروح عامل كده هو ساعات يا كابتن شريف اكيد طبعا حضرتك عارف الحرب الكلاميه بس الحرب الكلاميه بتفرق يعني بره طبعا انا ما بتكلمش يا جماعه على حد معين بتكلم في العموم بره بتلاقي حرب كلاميه بين المدربين بين بين مثلا رؤساء الانديه بين بس هو عارف الكلمه بتروح فين يعني لما سيد عبد الحفيظ طلع يتكلم هو عارف الكلمه بتروح فين هو عنده ثقه في فرقته كبيره جدا هو عنده ثقه في الجهاز اللي معاه كبيره جدا هو عنده ثقه في المكان اتعمل فيه قد سيد عبد الحفيظ السنه دي انا ايام اتكلمت على سيد مش عايز اقعد اتكلم يعني مش هنتكلم على اللي حصل الراجل وربنا نصره في الاخر ونصرنا كلنا كان بيبص للسماء وبيتكلم يعني وربنا نصره ف الحكايه هو الاهلي برضه يعني ما عندناش خروج عن النص يا جماعه في اي حاجه خلص. يعني احنا مع بعض عشان كده بنبقى عارفين احنا ممكن نقعد انا وانت مش كده نقول ايه احنا مش هناخد دوري السنه دي صعب يعني نقول صعب بس مش هناخد الدوري دي لازم عشان نقولها احنا نبقى الاهلي مش هياخد الدوري انما احنا لما نبص البصه بتاعتنا الكرويه الاحترافيه اللي احنا كنا فيها قبل كده انا تعرضت لسنه زي دي كلنا تعرضنا لسنه زي دي كده وانا كنت من الاصابات اللي تعطلت وارجع الراوند الثاني ونمشي زي القطر ما نخسرش ولا ماتش ونتقابل مع المنافس لاخر ماتش فرق بيننا وبين بعض نقطه والديسايد اللي هو الماتش بيني وبينه يا اكسبه يا نتعادل
بنتعادل خدت بالك او بنكسب مثلا وبناخد الدوري، فبتبقى صعبه برده جدا مش سهله يعني، ومع قوه منافس برده. بالظبط عد عليا فرق بالزبط. كبيره جدا يعني المحله فرق عشان كنت تاخد منها 2 بونت ايامنا احنا كان في ملعبها كمان كنت لازم انت تبقى سوبر يعني في ملعبها كانت مرعبه ملعبها وبره ملعبها. و جابوا منين الفلاحين هم دول؟ لو قلت لك الاسماء قطوره بتجري في الملعب. اه بالظبط عبد الله وعبد الدايم وعمال شقي وشناوي وحاجات وشوقي غريب اخرهم هو خالد كرم يعني وسعيد عبد الجواد وعبد الستار وسياجي و مش عايز انسى حد يعني عشان ما حدش اسماء تخده كانت في الملعب. لا 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 ده عمر عبد الله ده بالعرض وعشان شاف بدماغه في الجونيا في العارضه الكلام ده في اول دقيقتين في الماتش يعني. فمنصوره يعني 5 6 7 بدير وسعيد اصليطه الله يرحمه وثروت وغزي واحمد شاكر لا يعني ناس كانت تبص تلاقيهم اتحاد البابلي والجارم واسطمبه في المنتخبات يعني ربنا يديهم صحه يعني. ف مصر كانت عظيمه بولادها عظيمه بتفريغ لعبتها الحقيقه. اللي عايز اقول لك عليه بقى نغير الموضوع 4-2-3-1 دي تاني تاني يا كابتن عايز جايبانا العب بفيرويدي جايبانا خدت بالك متاخرين شويه من ايام كوبر لحد دلوقتي. انا عايز قبل ما نقفل النقطه دي عايز اقول للمشاهدين هم عارفين ومتاكدين الاهلي مختلف يا جماعه الاهلي مختلف والله العظيم في كل حاجه مختلف في اهم حاجه في الادب والاخلاق والاحترام واحترام الغير كمان حتى لو انت يعني بتشوف اللي بتشوفه لكن برضو بنحترم الغير جدا جدا. كفايه ان انا يعني التنبيه اول مره اقولها للساده المشاهدين بصراحه يعني الحاجه الوحيده اللي فيها خط احمر بالنسبه لي انا كمقدم برامج هنا عدم التجاوز وعدم المبالغه في الفرحه. ببقى فخور جدا والله العظيم وانا بسمع الكلام ده ما تتجاوز ولا تبالغ في الفرحه. هي مش فرحه حاجه يعني هي دي حاجه بتاعتك يعني هي حاجه بتاعتك ملكك بتحاول انك كده تتاكد حقيقتك كل سنه بالطريقه دي فبتشتغل عليها يعني عشان كده احنا فرحتنا تلاقيها ايه طبيعيه يعني محدوده برده مش وبرده يا كابتن لازم نبين الناس قد ايه فعلا المسؤولين بيخافوا ان انت تجرح اي حد حتى لو انت فرحان شويه. لا لا ما احنا ما عندناش القصه دي حاجه بصراحه حاجه والله كل اللي بيجرحونا دول خدت بالك انا قلتها لك منافسه في وسط البث هي اللي عامله انما روح قابلهم بره وكلام من ده ويقعدوا يقول لك نيم اوف ذا جيم يعني هو ده اسم اللعبه عشان نبقى موجودين لينا صوت وبتاع لازم نبقى كده انما هتلاقيهم بره ممكن يسلموا عليك وتلاقيهم شخصيات تانية غير ما انت شايفهم خالص كده يعني هنعمل ايه ساعتها هتحرج هتبقى هتسكت هتعمل ايه تعمل كده خلاص هتعمل ايه بس انت بالنسبه لك انت الشيء بتاعك اللي بتاخده خلاص احنا الفرحه بتاعتنا قد كده لان عامله زي ايه بنرمي في الدولاب هل من مزيد يعني اللي جاي بنفكر فيه لان هو احنا بنشتغل كله عشان اللي جاي اللي جاي يعني. امتى وصل لك ان الاهلي بعيد عن الدوري ولا ما وصلكش الاحساس ده؟ كل ما نادي الزمالك بيبقى كويس كل ما الزمالك بيبقى كويس ها الزمالك تحديدا ولا اي فرقه ما عنديش دنيا. منافس تاني انا حاول بيراميدز ان هو يبقى معاك الحقيقه وقدم موسم رائع بكميه اللعيبه اللي موجوده والمحترفين والجاهزيه بتاعتهم بدون ضغط نفسي عليهم دول ما عندهمش اي ضغط نفسي انت اللي عليك الضغط النفسي بس ما حدش في فرقه مصر كلها لما انا مش هنكر لما قابل انا 17 لعيب متعور وتغيير 2 مدربين او 3 على ما اعتقد في السيزون والحرب اللي حصلت لك من الدنيا كلها ضغط عليك بعدين تيجي الضربه القاسمه بتاع سان داونز دي مش عايز افتكرها حتى بس ما ابص الاقي فرقتنا بتوصل للجول ها بتوصل للجول وبتضيع جول واثنين وثلاثه وجمهورك كمان مش عايز في ظروف حالكه يعني احس ان عايزه تظبيطات صغيره تكميلات حصلت في الشتاء في الميركاتو الشتاء ابتدينا نشوف بقى كره ولمسه واحده وتك وتك تك ومعلول مع رمضان مع دول لسه مستنيين كتير بصراحه ان شاء الله يبقى والولاد سنهم صغير
جواكر كتير قوي في الملعب بيلعبوا، الولاد محترمين ومؤدبين، انزل يأدي وقاعد مستني الفرصه. محمد هاني بعد قد ايه وحرموه منتخب مصر، وما نزل في الاخر شوف السيزون بيقفله ازاي. علي معلول بيقفل ومتحرم من تونس، وشوف بيقفل السيزون ازاي. ففي رضا من عند ربنا برضه، خد بالك اكيد الرضا اكيد، انت لو راضي ومؤمن باللي بيحصل ده كله وبتشتغل. دي حاجه روحانيه بقى، دي حاجه روحانيه اللي هي موجوده عندنا احنا. لما بتقول لي امتى حسيت روحانيات الحكايه كده، احنا مظلومين حرام. انا جات عليا سنه لعبت مع عادل محمود باك رايت، وعلي عبد المنعم باك ليفت، ومجدي عبد الغني وحشيش اتنين ديفندرات، ونص ملعب بنكمل بقى اي حد اللي كان بيلعب. جمال عبد الحميد مثلا كان بيلعب معانا ايامها، ومختار اتعور، وصفوت بطل، وطاهر الشيخ بطل، فبقينا بنعوض بقى، نجيب محمد عامر يا عيني شايل الدنيا في نص الملعب، وانا لوحدي قدام عبد العليم زكريا الله يرحمه مثلا، مش عارف مش فاكر، كان مصطفى عبده برضو، كابتن مصطفى كان في حاجه في رجله حاجه زي كده، فخدنا الدوري ده برضو ده من الدوري برضو الصعب اللي انا كل ماتش بنتحاسب. بص فاتوره كابتن حسن حمدي كان يقول لي عارف لو ما جبتش الدوري ده هعمل فيك ايه، قعدني قدامه كده اقول له حاضر. احنا بتحاسب على الفاتوره بعد 90 دقيقه، كان دايما تقول لك النادي الاهلي بيكسب في اخر دقيقه، بنحارب لاخر ثانيه. تبص بقى تلاقي داخل عليك بدر رجب، داخل عليك محمد السيد، داخل ناس بقى حسام حسن مثلا لحقنا، بس ده بعدين مش بالسنه دي يعني. يعني تلاقي شخصيات برضه تكميليه من الشخصيات بتعوضك. خالد جد الله كان موجود، مش عايز انسى حد الحقيقه. ف ماهر همام برضه كان متعور مثلا، بس يلحقك ويشيلك شويه. محمود صالح يخش عليك يظبط لك الدنيا شويه. ابتدينا مع بعض، تلاقي مجد عبد الغني بيلعب ورا شويه، بعدين راح نط نص الملعب شويه. ما عندناش مراكز او ما عندناش لعيبه غير ان احنا بنحاول ناخد من كل حته. يجي مصطفى ابو الدهب برضو عدى، انا بقول لك الاسماء اللي عدت في السنه دي وكلهم مثلا ديفندرات، علي عبد الصادق، يعني تلاقي الحكايه برضو، ومش ستاندنج كانوا يعني برضو بيبتدوا حياتهم يعني بالزبط. وخدنا الدوري بالظبط برضو وانا قاعد انحت في كل ماتش اتنين بونت لغايه ما خدنا الدوري. لما كان باتنين بونت لسه. لما كان باتنين بونت. الاهلي استاهل الفرحه يا كابتن، لان هو بيشتغل بمنتهى الامانه، جماهيره كمان تستاهل الفرحه لانها دايما مع الفريق. هم خلاص بقى عندهم حق المكسب وحق البطولات، ده حق مكتسب خلاص. لا بطولتنا احنا، مفيش حاجه هتضيع. طب انت لما خدت الدوري دي حاجه جميله جدا. حرمت الناس من الكلام. مش لاقيين حاجه يتكلموا فيها. طبعا. خلاص. طبعا. ماشي، الناس كلها قالت المولد اتفض ولا ايه يعني؟ ايه يا جماعه ازاي؟ طب احنا هنقول ايه يعني؟ ده احنا جايين نتكلم في ايه؟ لا اتكلموا بقى في الافراح بقى. روحوا اتفرجوا على فرقتكم في التمرين. الكالتشر اتغير، حتى اللعيبه اتغيرت. طبعا. حتى الدخله وانت كسبان، خدت بالك؟ الموسم كان صعب قوي. لا دخلتك بقى وانت قاعد دلوقتي بتتمرن وانت صاحب الحكايه. سلام بقى على الماتش اللي بعديه كمان. طبعا. اللي اكد كرم السما بقى، ما هو انت بتتكلم على ربنا. ربنا اداك هديه بعدها بقى. بيقول لك خد اكد. بالظبط عشان ما حدش، سبحان الله فعلا، ما حدش يلاقي حته يكلمك فيها، او انت عانيت كتير وانا كنت محضر لك الحلاوه في الاخر. انا محضر لجماهير مصر كلها اللي هي الاكثر شعبيه اللي انت اتكلمت عليها، ال 50 مليون. انا بقول لك هم 70 مش لا ممكن. يعني انا بقول 50 مليون عشان 70 مليون دول عارف يعني. كان بيتعوضوا برضه عن البطوله الافريقيه. دوري بتاع النادي الاهلي 70 مليون اتعوض بعد الحكايه بتاعت افريقيا. عندنا لسه عندنا كاس، وعندنا كمان لعيبه جديده دخلت الفريق. شايف اللعيبه الجديده جبنا فعلا المراكز اللي احنا عايزينها؟ في مراكز تانية شايفها عايزه تدعيم؟ شايف الدنيا ازاي برضو؟ قول لي وجهه نظرك في الصفقات الجديده اللي جابها النادي الاهلي. بص اسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي بيبقى عنده لعيبه عندها حاله تعويضيه. يعني لو انا هتكلم مثلا على تدعيم خط الهجوم مثلا، في لعيبه موجوده كويسه جدا، لازم اللعيب يشتغل على نفسه. صلاح محسن لازم يشتغل على نفسه، جامد جدا. تمام. انا شايفه من احسن يعني الناس الموجوده. مروان بكل اللي بيحصله ده واقف على حيله، ولما بيلعب ما شاء الله الفرقه بتبقى كويسه، بيترجم. وليد ازارو ده قصه
كلنا فاهمينها. السنه اللي فاتت كسر الدنيا وطاق طاق ويطير ويعمل. السنه دي في حاجه انا مش فاهم ايه هي بيخليك تبقى قاعد بتتفرج كده. لا مش هو ده يعني. ما هل هو في حاجه عايز يقعد يتكلم مع الاداره فيها؟ عايز يمشي؟ عايز يقعد؟ انا ما اعرفش يعني. الناس حباه هو حابب المكان يا كابتن شريف، واحنا بنقول عليه لعيب كويس بس ما بيديش في حاجه. انا مش انا كشريف بقى، انا مش كمشاهد، سيبك من انا عايزه الحقيقه. لو حابب زي ما انت بتقول وزي ما احنا حابينه كسر الدنيا بقى، ما يكسرها ان شاء الله. ده باسهل، ده بيروح على الجون كده يعني. حرام يعني. بس اكيد طبعا حضرتك كنت يعني حافظ الحته دي برضه. تواجده في المكان مش اي حد يتواجد في المكان، هو اسرع من اي حد جنبه، والحاسه اطرافه شغاله زي النار بالظبط. علي معلول وفتحي وهاني وعنده من احسن الناس في خط النص بيستلموا كره رمضان واذا كان هيبقى صالح جمعه ولا في أفشل وليد وفي ولا ناصر وفي وليد، في ما شاء الله حسين شحات كويس. ناس فوتبولرز يعني، لعيبه كوره يعني، عندهم السنك والهسه والرؤيه وما تعرفش مين فيهم في اي وقت يمكن يجيب جول. وليد اسمه ده سوليه، عمرو سوليه ممكن يخش بالظبط. ابتدى فتحي حمدي فتحي يلم الدنيا، وانا شفت له ماتش الزمالك فظيع في ماتش الزمالك 10 على 10 الحقيقه، يترجم لك المستقبل بتاعه اللي هو يقول لك انا كنت في يوم من الايام كده خلاص حافظ على كده ما شاء الله. عندك عبقري كمان من الجواهر اللي موجوده، حسام عاشور ده في وقت بيعرف ينقل الكوره بقى، عشان كده انا بقول لك المسمار بتاعنا ده. يعني مع عندك الريكفر بتاع اي حد بينزل او اي حد بيقع، عندك لعيبه راجعه لك. انا من الناس اللي بحبها نيدفيد محمد محمود. نيدفيد بيترجم لي محمد محمود، يعني يعني جاي سوبر ستار يعني من ما شاء الله عليه، كمان لما يرجع اضافه كبيره جدا. انما ما خدش لسه، الاصابه منعتنا من ان احنا نستمتع بيه، او منعت مصر كمان منه الحقيقه. فعندك وحيد باك ليفت اسمه محمود وحيد كويس، ده موجود برضو خدت بالك بنفس الطريقه وبنفس الغل، وبيطلع من ناحيه الشمال وسبرنتر وبالعرضيات ده ماتشين ثلاثه لو اخد معاك هتلاقي عندك كمان متولي. اللعيبه كلها عندك شاشه. محمود متولي جالك كمان، محمود متولي ان شاء الله ربنا يوفقه يعني ويبعد عنه الاصابات. لعيب ديليفر كمان كويس لازم في كل ما رامي ربيع رجع لك. رامي ما شاء الله. كل ما هقول لك اسماء هتقول لي انت احنا محتاجين فين؟ احنا مش محتاجين. جميل قوي. في رؤيه جميله جدا من ناس شغاله تستكشف النهارده 1 2 3 6 مانث اللي جايين، الست اشهر دول انت هيبقى عندك حاجه مطالب بيها في الست اشهر اللي جايين. العده اللي موجوده تكمل زي الفل يعني، دول نازل الفل بايه بقى؟ خلاص بقى خدت اللياقه البدنيه بتاعتك كل ما بترتفع، اللعيب حس اللي جنبه ان في قفشه موجود. في صالح جمعه مش هتعرف تعمل كده يا عم صالح يعني، بالك احنا بنحبك وعايزينك كده على طول تبقى نجم وتجيب الكره اللي عندك يا عم، ادينا الكره اللي عندك اهو بدا اهو. سيب اي حاجه وادينا الكره. ف وليد سليمان بنشكره شكر بليغ، تحيات. شال وقت كبير جدا، شال وقت كبير جدا لغايه ما رجليه ضربت واتظلم، ف انه خطير في هذا الوقت في المنتخب يعني. فحسين الشحات بقى عايزينه يدي يعني. خلاصه كلام حضرتك ان احنا ما شاء الله ما شاء الله عشان ما انساش كمان. ما شاء الله ما شاء الله الفرقه مكتمله. ومش محتاجين حد، بس لو جه حد ما فيش مشكله، لكن احنا عندنا كل القوام زي الفل. ما تقعد مع لعيبه او مدربين قبل كده كانوا ماسكين النادي الاهلي وتقعد تتناقش معاهم في اي حته، يقول لي احسن لعيبه موجوده عندكم. كابتن حسام بدري يقول لي احسن لعيبه موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو صاحب البطوله، فلما تبقى حسام بدري بيقول لك النادي الاهلي هو صاحب البطوله، فقبل ما احنا ناخدها كويس ويشرح لي اللي هيحصل يعني. يقول لي ايام كنا عندنا نقطه في افريقيا ده احنا هنكسب الماتشين الجايين. ده من زمان. هو مشي يعني من زمان، لكن هنكسب الماتشين الجايين دول هنعدي، وان شاء الله ان شاء الله الاولاد هيوصلوا يعني لما كان معانا. هو معانا
مين قال انه مش معنا؟ مش هيروح في حته. طبعا مش اهلاوي. ولاد الاهلي، ولاد الاهلي مهما راحوا مهما جم نطلع فاصل. يلا بينا عشان اسيب اكتشف حاجه كده ونرجع نكمل بقى افريقيا ويطلع بره ان شاء الله هنخش جوه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المجيد. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه منورني ومشرفني الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن شريف مره ثانيه. منور الدنيا. انت اللي منور الدنيا. نتكلم بقى على اطلع بره. اطلع بره اسمهم صعب قوي، مش عارفين يعني عنه حاجه. تهديد عين عينك. اسمه يخض بس جه مع الاهلي في اول مباراه. اسمه يخض ماتش، يعني الناس كتير معتقد ان هو سهل، دور التمهيديه بقى فيها مفاجآت شويه. انا شايف الماتش ازاي؟ سهل لو انت كويس، سهل لو انت مركز، سهل لو انت هتاخد كل ماتش فاينل. انت عندك رؤيه بقى جديده لهذه البطوله اللي هي معصلجه معاك يعني. فلازم نخلص بقى يعني، مش نقول لا اصل الدور ده سهل، مفيش حاجه ده في الدور في الكوره بقت سهله خلاص. بتخاف من الاسماء يعني مش قصدي طبعا محترمنا طبعا فريق اسماء مجهوله في الكوره يعني. ما بخافش قد منهم الناس دي. تفضل نايم انت هاجم وهما بيلعبوا مثلا بتسعه ورا، وانت مش ما عندكش رد الفعل السرعه انه ممكن يحصل اي حاجه، وممكن يعني تتفاجئ انت ما بتعرفش عنه حاجه بفرقه كويسه بجد. انت عارف برضو السودان عندهم الضغط على اللاعب اللي بيحاول يمسك الكوره ويعمل دريبلر كتير وجنب بيتعور يعني، دول لازم تلعب بعيد عنهم يعني ما توصلش لغايه عندهم وتبتدي تفكر هتعمل معاهم. بيلعبوا داشن جامد جدا، اجريسيف قوي في الكوره، فمش عايزين كمان نطلع تكالنج بتيجي في بمشاكل يعني. تكالنج جت في الركبه على طول، تكالنج في الركبه اي حاجه في الاناكل دول. كان في باك عايز كان في باك بلعب عليه في افريقيا مش لاقي حاجه يعملها، فقاعد يخبط في اناكل رجله وده بيهرش في رجله من كتر عامل زي عايز يجري يعني. فانت بص له كده وهو مفيش بيلعب بنعل الجزمه الحديد ده في اناكل رجله. ف مفيش ما بيهزروش ده برعبك ها. من بعيد طير من بعيد. فاللعيبه اللي بتحب تاخد الكوره كتير وترقص وكده مع الناس دي بتبقى صعبه. هتحس بتاكلينج وبتاع، وده اللي انا بنابه عليه اللعيبه مثلا من السودان. ده اسلوب لعبهم الحقيقه، عندهم ما بيحبوش حد يرقصهم، ما بيحبوش حد. لما بتلعب عادي كوره عادي هم محترمين جدا في الملعب، ده مش مشاكل خالص عادي. لما عندهم من السرعات، عندهم بيهاجموا، اجسامهم طويله كلهم ما شاء الله قويه كمان، تبقى قويه يعني. فانت يبقى عندك شيء من الضغط اللي هو يسفر عن اهداف على طول، ما تفضلش بقى بتمشي برحله الماتش يخلص في اي وقت، او الماتش ده بتاعهم والماتش ده بتاعنا. ما فيش القصه دي، ده الاثنين بتوعنا بقى نخلص اوام يعني باذن الله يعني على ارضك هنا يعني. ممكن نشوف حد من الصفقات الجديده يا كابتن شريف؟ بتبقى صعبه لاي مدير فني ان هو يحط حد الا اذا كان عنده نقص عددي في اي مكان او اصابات يعني. انما الدنيا ماشيه والدنيا كويسه لازم هيطعم يعني، لازم هيدخل الناس في المود يعني. اكيد يعني من اللي هم سجلوهم في افريقيا اكيد هيخلي عنده حد يعني. لكن انت يعني بتستبعد فكره حد يدخل جديد لسه ستاندنج يعني في كام الاساسي على طول 11 صعب شويه. صعب ومتخوف من الادوار التمهيديه او المفاجآت. بس انت ما عندكش، عندك رامي ربيعه وعندك ايمن اشرف، هل فيهم حد عنده مشكله في اي حاجه؟ ما افتكرش يعني. عشان انا بتكلم عن متولي يعني من الصفقات الجديده دخل قفشه، في خمسه سته في الفرقه جاهزين وبيلعبوا عادي وخارجين ببطوله ببطولتين. ف هيبقى موجود، انما عايز اللي هو الدخول الدخول بقى السلس اللطيف التدريجي، التعاون مش الضاغط عليه. انزل خلص، انا جايبك وعايزك مش عارف تبقى عامل ازاي زي ما عملوا مع حسين الشحات. طب هتفوق فيك قد كده مش عارف ايه يعني. اللغه دي بس ربنا كرم واخر كرم برضه اللغه دي مش عايزينها ضغط على اللعيبه اللي احنا جايبينها على طول، مش على طول في اختبار، مش على طول من اول لمسه. اول لمسه واختبار ده حاجه بتبقى من عند ربنا يعني. انا معاك مليون في الميه. يعني ما احنا عشان انا اول لمسه جبت جون بدماغي وبعدين كملت، ما دي حاجه في البدايات دي ده رزق من عند ربك يعني، وغير كده يمكن ما كنتش هكمل خالص.
حكم البدايات ده ممكن ربنا هو اللي بيديك الشخص اللي بتحكم عليه. فنهدى كده على الناس، واحنا مش زي السنه اللي فاتت ما عندناش الاصابات الكتيره اللي تخوفنا ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. مش عايزين نقعد نتكلم، شايفين بتفهم الكلام بطريقه ربنا يبعدهم عن شر الاصابات من الملاعب اللي احنا قلنا بقى الملاعب اتعملت بقت كويسه ومش ايه. برج العرب ده برده ملعب تقيل مش سهل، خد رجلين ناس كتير قوي السنه دي في الاصابات يعني بتسبب بالظبط بالظبط. ف ايه المأخذ؟ الجد والتركيز. يعني زي ما قلنا البطوله خلاص دخلت في بتاع، وربنا كرمك بمباراه الزمالك النهارده بقى البدايه الصح اللي هي العنوان انت عايز تعمل اللي هيروحوا باذن الله ان احنا واخدين الدوري بقى الدخول في الكاس، وعندنا مباراه مهمه قوي في الكاس، المباراه على اليمين والشمال يعني دي مباراه. انا بالنسبه لي هروح الماتش ده، اجي معاك ده لازم. بص بعد كل شويه كده في كل كوره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني الدنيا تبقى احسن بكتير بكتير بكتير. يعني هو الموضوع لو موضوع ماتشات وموضوع فرق قويه وفرق ضعيفه الموضوع سهل جدا، لكن الموضوع كان صعب جدا ومش عايزين نفتكره. ربنا ساعات بيديك رزق كده، يديك ازاي بتكسب. بكسب عشان اللعيبه بتتحرك، فاللعيبه ما تنساش القصه دي. انا بكسب عشان بجري في الملعب، انا بكسب عشان بظهر لزميلي. يعني هو ده ممكن الفرحه وبتاع، انا وانا لعيب باخدش بالي، بس انا لعيب عندي ستاندر، انا ستاندر لعيب مصنف، بنزل ملعب رايح ادي الشويتين بتوعي. اللي بيعمل الحكايه دي ومش عارفين الحقيقه نمسك عليه حاجه، قلنا كان بيدافع نص نص، دلوقتي بقى كمان مدافع كويس قوي علي معلول، مش كده؟ بقى لك ده من احسن الناس اللي كانت موجوده السنه دي او هو احسن. ف رساله للعيبه كلها، كل واحد يلعب لعبه، انت مش هتعمل حاجه، انت رايح تلعب لعبك اللي انت مصنف عليه، يبقى استحاله تخسر. أنا تبقى مركز ولياقتك كويسه وعايش للمباريات اللي جايه وعايش للسيزون اللي جاي وعايش لاسمك ولجماهيرك وناديك اللي هو اختارك واحتضنك، اكيد هتنفذ. وبعدين في ناس كتير قوي، انا اقولها لك بقى، لعيبه كتير قوي لعبوا في حياتهم كلها ما خدوش بطوله، انت ليه الدنيا كلها بتجري ورا النادي الاهلي؟ بطولات، ان هو البطولات تحط في تاريخك. كام سنه بيلعبوا في انديه معروفين في يظهروا قدام الاهلي، يظهروا قدام الزمالك، العين تيجي عليهم، انما هم لا في الكيان ده ولا في الكيان ده. يتمنوا بقى ان هم يخشوا في الموال ده، اكيد اكيد. فدي برضو حته بالنسبه لاخواتنا اولادنا اللي جم الجداد دول، لازم اكلمهم واقول لهم اطمعوا بقى، العبوا بقى، العب السنه دي زي اكنها اخر سنه في عمرك، هتلاقي نفسك الحمد لله مكمل لك 10 سنين في الملاعب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نشوفهم بشكل اروع واروع كمان عن السنين اللي فاتت. تعالى ندخل في ملف بقى الكره المصريه والاتحاد والانتخابات اللي جايه ومدير فني لمنتخب مصر، ترشحات ايه، رايك ايه، حاجات كتير جدا وملفات كتير جدا في القضيه دي. الحته اللي انت بتتكلمني دخلني فيها دي صعبه على اي حد. يعني انت لو تسالني انا مين رئيس الاتحاد اللي جاي، هطلب طلب واحد، انه يكون مارس لعبه كره القدم. والله في سؤال اهو، يعني الشروط او المواصفات اللي ممكن نقول عليها يبقى عندنا مجلس اتحاد كوره قوي. ناس تبقى لعبه كوره يعني. الخبرات اللي موجوده في اللعبه نفسها، ننتقي ناس يعني. يعني ما زال يقول لك كابتن حسن شحاته يمسك المنتخب. طب ما يمسك اتحاد الكوره. هو في احسن من حسن شحاته بالثلاث بطولات اللي خدهم دول؟ حد عمل انجاز ده قبل كده؟ رؤيته ازاي خد الثلاث بطولات دول؟ نسيها؟ ما افتكرش. يا بس المنصب اداري اكتر يا كابتن شريف. بقول لك ما افتكرش ان هو نسي. اكيد نسيش. هو اللي هيقول انا عايز النوعيه دي اللي تخليني اعرف احافظ على الكيان اللي احنا عايز اللعيبه دي. هيبقى حضرتك بتقول مدير فني ولا رئيس اتحاد كوره؟ لا رئيس اتحاد كوره. اوكي. ليه كلمه في يعرف يتفاهم حتى مع اللي جاي. لما تيجي تختار 18 واحد 23 واحد اللي بيجيبوهم ويبقى ليه شكل يقول لك ده هنا ده هنا ده. طب ممكن يبقى مستشار فني مثلا مثلا كرة. لازم يعني واحد مش تيجي تقول له تعالى مرن وياخد مسؤوليه جديده. لا انا معاك. يجي ياخد مسؤوليه جديده في الوقت ده وحقق نجاحات خلاص تضيع على شهاده في كل اللي عمله. بالظبط. يعني انا مش فاهم. انا قلت كده وبعدين
في ناس كتير قوي اداريا لن تبقى موجوده مثلا اداري ماشي كويس، انما فنيا لازم الناس تعرف تلعب كوره، مش بينشنوا على ناس معارف او بينشنوا على شخصيات ليها اسم في الوسط وخلاص اسم كويس. الحكايه حكايه فنيه بقت بحته يعني. النهارده انت لما تيجي تتكلم مع حد وبيجيب لك مدرب مثلا، في واحد في مصر كان حظه وحش قوي ما حدش حد اسمه شوقي غريب، اتمتع بالثلاث بطولات اللي خدهم، ولما مسك منتخب مصر بعد الفتره دي الموضوع كان صعب، صعب عليه الحكايه وما مشيتش. هو ماسك ايه دلوقتي؟ منتخب الاولمبي كويس، عنده احسن لعيبه موجوده في مصر دلوقتي. الحكايه بقت اشاعه، لا ده ما ينفعش، من المرحله دي عايز حد ايده في الحكايه، عايز واحد قاعد بين الكبار اللي فوق واللي تحت. في بقى حسام بدري وحسام حسن وإيهاب جلال وربيع ياسين والناس كلها اللي اتقالت اسمها، كفاءات كبيره جدا وخبرات كتيره. ربيع ياسين مثلا يعني مش عشان اخونا اخر واحد خد بطوله لمصر لو الحسابات تتقال كده، اللي هي الافريقيه وراح كاس العالم وده، يعني كل دول موجودين كويس. بس هو الوقت اللي احنا حسام حسن ايده في ايده ورجله في الملاعب، إيهاب جلال كل دول ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ ينفعوا. مين كل دول يا كابتن شريف؟ اللي انا قلتهم دلوقتي دول، كابتن حسام حسن وكابتن إيهاب جلال، حسن وحسام بدري و كابتن حسام بدري مش مدير دول فني، دول دخل في موضوع اداره وموضوع تاني خالص عن الكوره. يعني انت خدت واحده كده ماشي لا والله خالص، انا بكلمك في اللي ايديهم ورجليهم في الملعب عشان حسام اخويا يعني. لا لا انا بتكلم، انت بتتكلم برضو مش بقاله سنه برضو. احنا بنتكلم في احنا دلوقتي فعلا، خليني من الاسماء اللي بتطرح على في الوسط. انا واحد بقول على، بس مش عايز اتكلم في القصه دي، مالكش دعوه كده. انا هاخدها انا. ايوه انت مالك، بس انا بقيت رئيس نادي بقاله سنه فعلا بعيد. بص، في إيهاب جلال ده راجل مطور نفسه، بيطور اللعبه قوي، بيطور الاسلوب قوي، وبيسافر بره وانا اول واحد قلت على إيهاب جلال ده في مصر، قلت لهم هقول لكم واحد انتم مش شايفينه خالص ولا هتوافقوني عليه. قلت قبلك على فكره. يبقى انت قلت قبلي. كويس؟ اوكي. ما ده الصح لا يصح الا الصحيح. انا بقول لك شوقي غريب ليه ده؟ ايده ماسكه العيال دي وبيلعب بيها وهيروح بيها اولمبياد الفتره اللي موجوده دي، هو اللي عارفهم، هو اللي لامم القصه دي دلوقتي. طب لو انت ما عندكش وقت، لو قال لك اختار يا كابتن شريف حد، عشان بس ما نقعدش بقى نروح ونروح بعيد، لو قال لك كابتن شريف انت دلوقتي احنا اتمناك ان انت يبقى في ايديك او في قرارك مصلحه الكره المصريه، واختار لنا واحد بمنتهى الموضوعيه وبمنتهى المصلحه العامه. شوف انت قلت كلمه حلوه قوي، مصلحه الدوله ومصلحه العامه. اه، مين من المدربين دول يرضى يشتغل مع التاني؟ مفيش حد. ما يرضاش حد يشتغل. لا، كابتن حسن شحاته مستشار فني ممكن يبقى مع اي مدرب تاني. يعني مين ها يرضوا اتنين يبقوا مع بعض يعني؟ لا مفيش حد. مش هتعرف تلعبها دي. اتنين مديرين فنيين؟ آه. لا استحاله طبعا. لا، هيبقى هو بتسموه ده المدير الفني وده المدرب العام. مين هيرضى يبقى المدرب العام؟ لا استحاله خالص، مفيش. يبقى استحاله. مفيش. مصر محتاجه كده دلوقتي. لو انت هتتكلم على الوطني لازم يتحد اتنين. ما استحاله. بص استحاله كابتن، يكونوا كواليفايد قوي ان هم موجودين، ما هم لهاش حل تاني. حضرتك قلت هقول لك على حاجه. اتفضل. هيجي واحد يقول لك انا عايز جهاز، برضه انت اللي هتنقي له الجهاز ولا هو اللي هينقي الجهاز؟ المفروض هو اللي ينقي الجهاز. مش كده؟ طبعا. هينقي الجهاز مين بقى؟ انون، ناس كانوا ماشيين معاه في المقصه وماشيين معاه في المصري وماشيين معاه، ما تعرفهمش؟ لا طبعا. دول كواليفايد لمنتخب مصر؟ هيقول لك مين دول؟ طب واحنا فين اللعيبه الثانيه اللي كانت موجوده اللي هي مدربين في مصر؟ طب احنا ايه ما اختارناش ليه؟ نفس القصه. طب هناخد من النادي ده امتى؟ طب يا كابتن شريف اصل حضرتك النادي ده مش عارف، كنت بتكلم بمنتهى الصراحه. انا بتكلم بصراحه يعني. امتى نسند ولادنا؟ يعني مثلا هو جوارديولا كان اصلا مدرب كويس؟ كان حد يعرفه؟ بقى جوارديولا بقى مكسر الدنيا في العالم. جوارديولا طلع قال لك انا اتفرجت على كرويف وتعلمت منه وانا كنت بامل في هذا الشكل من الاداء، وكمله لي كرويف الله يرحمه يعني. تمام. يوهان كرويف كمل لي الشكل والمضمون اللي انا بتمناه ان انا العبه، وقعدت اتفرج عليه وتعلمت منه. تمام. انا بقول لك احنا الراجل اعترف بكده، خدت بالك، واشتغل على كده، بس اثبت كفاءات اكيد.
طب ما احنا الفرص هم ما خدوهاش اصلا. شاد بقى الراجل اللي هو عمل احلى كره في العالم ده مش ماسك اي فرقه في العالم جوارديولا. هو رافض هو رافض تدريب المنتخبات. صدق هو رافض اللي جاب الباك رايت يمسك السنتر فيرود وخلى بالظبط خلى الديفندر فري وخلى لا مركزيه في خلى الديفندر فري ده ما حدش الناس اللي بتتفرج على الكوره بتيجي يمين وكده شمال ما بيشوفوش المدربين ازاي بيشتغلوا. انت برضو خلي بالك انا مش هخلينا نهرب من السؤال. انا مركز معاك جدا انا عارفك ومركز معاك جدا ولازم تقول لي انت مرشح مين كابتن شريف عبد المنعم او نفسك يكون مين. مفيش حاجه على فكره يعني اصلا انا لازم اخلي بالك انا بس انا برضو قلت الكلام ده لحد انا بحبه جدا. انا في ناس عايز اعرف رايها والراي العام يعرف رايها لانها رايها مؤثر جدا ليه لا. وفي واحد عنده اجابه دول بس انا بصراحه ما بحبش اقول اسماء انا بسيبه لكن انا لا انا عايز اعرف منك اسم. لا انا هحتفظ بيه لنفسي مش هقدر اقوله كويس انما انا لو انا موجود دلوقتي هجيب مختار انا بعد لك عن كل ال يعني انت في اسم محتفظ بيه انا قلت شوقي غريب يكمل المرحله دي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي انك انت محتاج حد اليومين دول بس كان ليه تجربه قبل كده ما هم دول اللعيبه اللي لازم العب بيهم. انت مش واخد بالك انا بقول ايه. خلينا نكون موضوعيين احنا بنتكلم في المصلحه العامه. انا بكلمك على مساحه اللعيبه اللي تحت ايد الراجل ده اللي هو بيلعب بيهم دلوقتي اللي هيلعب بيهم اولمبياد. هم دول اللي انا عايزهم على 3 4 محترفين عندك. هم دول اللي انا عايزهم اجيب واحد تاني يمرنهم وهو بيمرنهم ده شريف عبد المنعم. تمام سيبك من قصه شوقي 2010 2011 2013 السنه الدنيا شافت بلاوي في مصر يعني منهم بقى كوره منهم اي حاجه. من المدربين انا بحبهم شخصيا يعني لا ولا ما بتحبوش ولا ما ولا انا ما بحبوش ولا كان لعيب كويس ولا قد كده مش قد لا بحبه تدريجيا. هو ولد مجتهد جدا في التدريب محترم جدا من المحله مؤدب جدا لما ياخد 3 بطولات مع كابتن حسن الشحاته لازم يعني لازم يكون في حته يعني. لا انا بتكلم حضرتك في الوجوه اللي هو كابتن شوقي غريب مسك قبل كده منتخب يا جماعه انا بتكلم والله العظيم بلاش اسماء يعني. أوكي. الراجل ده شوف انا شرحتها لك منين. الراجل ده مع الفرقه اللي المفروض تمثل مصر بيلعب بيهم هيروح بيهم الاولمبياد كويس الفتره دي اروح اجيب له واحد اجنبي ولا اروح اجيب له واحد تاني يمسكهم هو اللي هيمسكهم. هم دول اللي لازم اصل انت لو ما فكرتش ان دول رمضان صبحي بكريم نيدفيد كويس بمحمد مصطفى ها اسمه احمد مصطفى ولا محمد مصطفى الفيرود محمد مصطفى راح الزمالك اسمه ايه محمد مصطفى ايه مصطفى محمد مصطفى الولد ده انا بتكلم سنا وموضوعا وشكلا ها وتدريبات بقى خدت بالك واعدادات وسفر وكامبات وماتشات دوليه كل ده هيتاخد للعيبه دي كلها هتبقى مركزه معاك لان الدوله من فوق مركزه مع منتخب مصر ميدو وحط ايديها في الموضوع. اصل الكره بقت دلوقتي صناعه يعني مش هنعمل البنيه التحتيه بقى ومش هنلاقي هو احنا نعمل البنيه التحتيه ما نلاقيش اللعيبه مصدر دخل نجيب اللعيبه ما نلاقيش البنيه التحتيه. لا احنا الدوله دلوقتي باصه للحكايه كلها من فوق وحط ايديها فيها عايزه النجاح باي شكل في كل المواقع على فكره مش الرياضه بس والكره بس. فانا بكلمك من المنطلق ده من الاحساس ده من واحد بيفتح الجورنال الصبح ويقرا ويتفاهم اللي بين السطور فيه ايه بين السطور فيه ايه ان انت لازم عندك شباب لازم تعدهم لهذا. الشباب دول واقعين في ايد راجل كان عنده من الخبرات كسب بطولات قبل كده. فلما تيجي تتناقش حتى لازم تدي الموضوعيه في هذا الشكل يعني انا لازم اتكلم في لازم اتكلم في هذا الشكل تجيب له بقى حسن شحاته تاني زي ما انت قلت مستشار فني ها يتناقش معاه ويقول له 1 2 3 4 والحكايه ايه والزوايا ايه ده دور كوب اللي كان ناجح قبل كده. اللي مش هيفكر كده بقى هيفكر في العنجهيه ويروح يجيب واحد صاحبه يمسك ويعمل ويتمنى وينسى يقول لك صحيح انت كان معاك حق بس ما انا شوقي غريب ده ماسك الفرقه دي. ماشي خلينا بقى نتكلم في الموضوع يعني بس ما قلتليش برضو ماشي دلوقتي خلاص خلي بالك خلص انا كنت عايز الناس تعرف انت بتفكر في مين. طب اول حرف من اسمه ايه؟ لا مش هقدر انا ما ينفعش اقول حد كابتن شريف لما بخلاص خلاص لا مش هينفع اقول حد انا يعني ليه ما ينفعش بصرف النظر بجد لما نجومنا الكبار ما يقولوا لا اصلا ما ينفعش. طب ليه؟ بص في ظروف بتمنعك من ان انت تقول هو انت بتقول عشان هو صاحبك حبيبك انت بتقول في المصلحه العامه انا والله ما بقدر انت عارف اسلوبي يعني انت عارف ان المواصفات لازم تتكون في مدير فني لمنتخب مصر في هذا الوقت مش قبل كده او بعد كده او في هذا الوقت
شخصيه وخبره وانجازات. هفضل اعدلك بقى، تعالى بقى شوف لي الشخصيه والخبره والانجازات ومش عارف ايه ومين 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 تتوفر فين، يطلع لك كده تيت اسمه. طب ما احنا جبنا شخصيات وخبرات وانجازات، مين الشخصيات والخبرات؟ جبنا كوبر وجبنا جري. ايه كوبر ده فين انجازات دي؟ كان بيقعد روناندو بيطلع من الفاينل في كل كان بيقعد روناندو على الدكه بيقعد مين؟ روناندو الظاهره، روناندو البرازيلي كان بيقعد ما كانش بيلعبه اساسي. انت بتستاهل ب شفت لك 4-0 كده النني و لا جبنا اسماء. كوبر كان اسم كبير، اجيري كان اسم كبير في التدريب، اجيري كبير طبعا كان اسم في التدريب معروف. ايه ده راجل ما عرفش يصلح اللي هو عمله؟ لا لا انا ماليش علاقه بان هو هو اسمه في التدريب. اما مصر كلها تقول له يا اجيري العب بثلاثه في النص قدامه عبد الله السعيد وانسى الراس حربه ده، والعب بالاثنين اللي هم السوبر عندك رانر صلاح وتريزيجيه، والراجل ده ما يشوفش واللي حواليه الاتحاد كله ما يشوفش، ونقول لهم العبوا بستاره في نص الملعب انقذوا نفسكم. طب حضرتك مؤمن بفكره ان انا لازم ابقى عندي خبرات ولازم ابقى اسم كبير عشان اخد مكان اشتغل فيه؟ لا عشان امسك الحكايه دلوقتي لازم لازم. انت عايز حد سوبرمان، يعني عايز سوبرمان يجي يمسك منتخب دلوقتي لازم. اقول لك على حاجه، حاجه الشحاته ده كابتن حاتم الشحاته لو جه هيشيل عن الناس الحرك كتير قوي. لو جه مستشار فني، مستشار فني هيشيل حرك كتير، هيساعد اللي موجود. عارف لو جاب حسن شحاته و شوقي غريب، ده انا ساعتها بقى هعمل حلقه انا وانت اكيد. انا خبير كروي ناجح جدا. وانا ايه؟ طب ما انا مشاركك في كل واحد ضاف لك انت، ده برنامجك وبرنامج حبيبي. انا دايما بستمتع بيك كابتن شريف ومنور الدنيا، ان شاء الله تفضل منور الدنيا على طول، وان شاء الله نفضل فرحه وانجازات وبطولات، والدوري ان شاء الله ال 42 يبقى برضو اهلاوي باذن الله. ده الدوري والافريقيا والكاس، انا عايز الكاس افريقيا، مش جاب الدوري السنه الجايه، انا عايز الكاس اللي جاي ده. يا رب يا رب خليك طماع يا رب ان شاء الله. أنا انت عارف بقينا جماهير دلوقتي، الجماهير ما عندهاش اي حل تاني غير كل البطولات. طبعا نلحق بقى، اصل كابتن خالد العوضي جاب ضيوف وممكن يهجموا علينا على الهواء دلوقتي. هنسلم عليهم ده. نورتنا وشرفتنا، شكرا جدا. شكرا ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم خالد العوضي وضيوف الكرام، استمتعوا معاهم وان شاء الله اشوفكم بكره على خير ومع الف سلامه.